مساء الخير. البوصلة أول حلقات الأسبوع، خلصنا من الإجماع، والحقيقة إن ده أنا بعتقد إنه إنجاز عظيم للبرنامج يحسب ليه يعني، والحمد لله كنا عملنا قبله حاجات كتيرة وكويسة، ولسه إن شاء الله في حاجات كتيرة جدا، في طريق طويل وصعب لتفكيك هذا التراث ثم إعادة إنتاج أفكار جديدة تقنع القاعدة العريضة من العقل الجمعي المسلم إن طريق الإصلاح والتنوير يفيد الدين ويطور حياتنا ويجعل هناك توافق بين الدين والحياة، وأن ننحي جانبا مع كامل الإجلال والتقدير لما فعلوه ما أنتج قديما من فقه انتسب للدين على إنه هو الدين، والآن نحن زي ما بقول دايما نستعيد ملكية هذا الدين. الأسبوع ده أنا عايز أتكلم زي ما قلت لكم ساعة التسلسل الطويل للإجماع، جيت أنا من أسبوعين ثلاثة قلت لكم أنا عايز أتكلم عن حاجات، لكن أنا لن أقطع التسلسل عشان بيحصل لخبطة، فأنا هستنى لما خلص الإجماع كله، وقد أهلكني يعني الإجماع، عشان نوصله ببساطة دي ونقدم عيوبه ثم نقدم حلول العصرية العقلانية المناسبة لتطوير الإسلام نفسه وتطوير تعاملنا العقلي مع ما ورثنا. فقلت لكم أنا بعد ما خلصوا هختص يعني هاخد أربع حلقات اللي هو الأسبوع ده إن شاء الله على حاجات مهمة جدا أنا عايز أتكلم فيها، تخص لحظة وطنية إحنا بنعيشها، وتخص حتى وإن كنت مش عايز أخلي الموضوع فئوي يعني، لكن تخص حتى بما إنه حوار مجتمعي، تخص طائر التنوير والإصلاح الديني في مصر وما لمصر من تأثير في كل الوطن العربي كانت وستكون، وهنتكلم عن كذا حاجة بتدور حوالينا بما فيهم يعني ليس الإرهاب تاني لأن الكلام بقى مكرر، لكن ما حدث الأسبوع الماضي في الشيخ زويد من إرهاب ومواضيع أخرى دائرة في المجتمع. لكن الحلقة دي وغالبا ممكن تبقى حلقة بكرة أنا هخصصهم لحاجة أنا عايز أتكلم عنها، لأنه أنا واحد من يعني الحمد لله أنه يملكون منبر إعلامي وليها اتصال وثيق بما أفعله ومما يفعله طائر الإصلاح، وليها في نظري يعني علاقة هامة جدا باستبقاء وتطوير هذا الوطن الذي هو أكبر من أي فئة، إذا كانوا الإصلاحيين أو التنوريين أو مجموعة الثقافة في مصر يعني. أنا هتكلم عن إيه أو عايز أتكلم عن إيه، وهتكلم فيه بوضوح للغاية وبإيمان شديد باللي بقوله، عن التعديلات الدستورية في مصر المزمعة اللي بعد ساعات أظن هتتقدم من مجلس النواب إلى الشعب، ثم أظن بعد أيام هيكون الاستفتاء عليها كتصويت شعبي حر بنعم أو بلا. اللحظة الوطنية أهم عندي من الجانب الفئوي بمعنى التيار الإصلاحي والمكاسب التي تحققت في الأربع خمس ست سبع سنوات الماضية بآلام كبيرة، فكرة وجود الإرهاب بهذا الشكل أو بعموم فكرة الإصلاح ليس فقط لمواجهة بحر الدماء الذي يفعله يعني هؤلاء فينا في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم، ابتناء على اللي احنا بقينا متأكدين منه ما قرأوه وورثوه على إنه الدين، وهو طبعا كلام بشري. طيب أنا عايز إيه؟ عايز أقول امتعادات دستورية. وجهة نظري عشان كده ناخد الموضوع بالهوينة كده وبالراحة يعني، احنا كنا في أزمة شديدة جدا وأظن في ناس كتير عاشتها لكن ما عاشتهاش زي طيارنا، أو على الأقل يا سيدي زي اسمها فجأة باختلافنا على أي أنظمة سبقت 2012 أو 2011، فجأة بتجد في وشك ناس شكلا وعقلا ليسوا أو لا يحملوا الهوية المصرية، فأنت فجأة لقيت كل مكتسبات الهوية المصرية. أنا عشت ده وعشته بألم، وأنتوا فاكرين أنا عملت إيه أياميها، وده دور الحمد لله ربنا كتبه لي أصلا إن أعيشه، ودي مش حاجة، بالعكس ده شرف ليا إني
واجهت هؤلاء بكل المنابر اللي قدرت تحصل عليها من بعد الكتابة إلى حلقات تلفزيونية منفصلة إلى برنامجي، لأن أنا برنامجي الأول ابتدى وهؤلاء ما زالوا يحكمون مصر في غفلة من أي زمن بقى. فأنت في غفلة من الزمن وجدت الهوية المصرية وكل مكتسباتها اللي عانينا فيها كتير جدا إحنا وأجدادنا من حوالي 150 سنة، إصلاح وهوية، ومصر المتقدمة المدنية العظيمة بتقع في أيدي هؤلاء. فهؤلاء وقعت في أيديهم مصر في غفلة زمنية، فبقوا هم مجلس الشعب ومجلس الشورى لما كان، وهم الدستور 2012، وهم الجمعيات التأسيسية بتاعت الدستور اللي راح واحد فيها يعني من كتر الفجور الكنيسة المصرية ما بعتتش واحد، أم هم جايبين واحد من تبعهم ودوه قالوا له أنت بتاع الكنيسة، طب أنت قول أنا ممثل الكنيسة، هي كده. وهذا العته والظلام اللي حل على مصر من بداية 2012 ل6/2013، اليوم الشريف العفيف العظيم اللي مش هنساه في حياتي، لأن انتوا فاكرين احنا كلنا عشنا ازاي، وانا بالذات في البرنامج وفي الحكاية ازاي عشته. المهم ليه انا ببتدي من البداية دي؟ لأن انت لما تكون ما عندكش امين خالص اتعميت، ها، وبعدين يجي حد يقول لك انا هديك بصيص من النور بعين واحده، انت ساعتها هتشوف ده احتفال كبير جدا وهتشكر ربنا وهتخر ساجدا والحاجات دي. انما لما تستقر الامور ويبقى عندك فرصه انك تعمل حاجه باتنين عين ويرجع لك نظرك كاملا كما كان، اكيد انت هتحبس ده. فلما جينا خرجنا من الازمه بالبطوله اللي عملها الشعب، ها، والاصلاحيين اللي كانت ايديهم مع الناس ان هم يوضحوا لهم من هم الاخوان في عز واوج حكم الاخوان، ودي شهاده للكل مش بس البرنامجي اللي كان ساعتها، لناس كتير عظماء وقفوا للبلد دي، ثم للجيش وموقفه اللي من غيره ما كانش هيبقى في حاجه اسمها 30/6، عشان نكون واعيين باللي حصل ان كانت مخاطره بالغه، وانه يعني يستجيب لرأي الشعب في أن لا يقع تحت من يريدون طمس الهوية المصرية على الإطلاق دينيا وفكريا وكل شيء. ناس نعلم جيدا من الستينات والخمسينات من هم بالنسبة لمصر ومن هي مصر بالنسبة لهم. فلما جه خلصنا في هذا اليوم الوطني الشريف الأسطوري الذي لا نظير له في تاريخ الوطنية المصرية في نظري، لأن لا يمكن نكون تعرضنا لأزمة زي دي في تاريخ مصر وإحنا دارسينه كلنا، أن يحكم مصر هؤلاء الشرذمة، أنا مش ممكن يكون في يوم أصعب من السنة ونص دي. فاستجاب الجيش لمطالب الشعب بقيادة حينها المشير عبد الفتاح السيسي، وخد موقف جريء جدا كان ممكن يبقى له أصداء دولية، أنتوا عارفين عنينا قد إيه، لكن هو كمله. وهو المشير فتحي السيسي حينها تصدر المشهد، وبعدين وصلنا للسنة الانتقالية وعملنا دستور 2014. كل ده عشان أقول لكم ليه أنا هقول كلام الشهود عليه أحياء، عشان ما تقولوش إسلام بيقول كده دلوقتي. في هذا التوقيت حصل ان توافقنا على دستور 2014 بما فيه. طيب هل كنا راضين عنه؟ انا عن نفسي كنت شايف انه زي ما اقول لكم الاعمى الذي اتيح له فرصة ان يرى بعين واحد، فساعتها احسن لي انا كاسلام، انا كتار اصلاحي، انا كمواطن مصري عادي، بصراحة احسن لي، فاجري وادعم وبس نخلص من دول ومن فترتهم. فدعمنا الدستور 2014 لأنه ده كان الحل، أن نرى أي رؤية بعد هذا الظلام. لكن رأيي أنا حينها، يعني في موقف عليه شهود عشان ما تقولوش برضو زي ما بقول أنه الآن هذا رأيي، أنا بقول لكم رأيي من أيام ما أقرنا الدستور الذي نحن عليه الآن، هقول لكم رأيي ده وحاجات كتيرة غيرها، بس أطلع فاصل ده وأرجع لكم.